موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على قناتكم شوف تي في، أهلا بكم. أجرى وزير الدولة السيد عبد الله باها يوم السبت بمراكش مباحثات مع النائب العام بالمملكة المتحدة السيد دومينيك غريف، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وجرى هذا اللقاء على هامش أشغال الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنظم بالمدينة الحمراء إلى غاية 28 أكتوبر الجاري بشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة وبتعاون مع مبادرة استرداد الأموال للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة. وأوضح عبد الله بها في تصريح صحفي أن اللقاء شكل مناسبة لبحث أوجه التعاون القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة وآفاق تطوير هذا التعاون، مضيفا أن هذه العلاقات في تطور وتحسن مستمر وستتعزز أكثر في المستقبل. قدمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مساء أول أمس الجمعة بمدينة اليوسفية التابعة لجهة دكال عبدة المشاريع الطرقية المهيكلة والمبرمجة خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015، والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 1,000,000 درهم أو 340 مليون درهم. وأوضحت المديرية الإقليمية للنقل واللوجستيك خلال اجتماع ترأسه السيد عبد العزيز الرباح وزير القطاع احتضنته عمالة الإقليم أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج الصيانة الطرقية وتحسين مستوى خدمة الشبكة الطرقية المحلية، مشيرة إلى أن أحد هذه المشاريع تهم توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين سيدي بن نور وشيشاوة على مسافة 134 كيلومتر، وذلك بكلفة مالية قدرها 179 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة. بمدينة وجدة انطلقت يوم أمس السبت أشغال اللقاء الجهوي للجهة الشرقية المتعلق بالحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وذلك بمشاركة العديد من الفعاليات الجمعوية وممثلي المجتمع المدني. وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب شوباني في كلمة بالمناسبة أن هذه المحطة الثامنة من الحوار الجهوي حول المجتمع المدني تؤكد على سلامة الاختيار للحوار المجتمعي الواسع مع الجمعيات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكتابة الدستور في المستوى الثاني التفصيلي من خلال القوانين التنظيمية التي تتعلق بالعرائض والملتمسات من خلال الفصل الثاني عشر الذي يفتح اليوم المجال الواسع أمام الجمعيات لكي تساهم بقرارات ومشاريع السلطات المنتخبة والعمومية. نختم بالخبر الرياضي، حيث عزز فريق أرسنال موقعه في الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون مقابل أمس السبت في افتتاح الدورة التاسعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم. وسجل هدفي الفريق اللندني الإسباني ميغيل أرتيتا في الدقيقة 47 والدولي الفرنسي أوليفيي غيرو في الدقيقة 87، وهو الفوز السابع لأرسنال هذا الموسم مقابل خسارة وتعادل، حيث عزز موقعه في الصدارة برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين أمام مطارده المباشر ليفربول. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا الموجز، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.